ورجعنا بعد الفاصل، وطبعا احنا مكملين فقراتنا النهارده. النهارده في موضوع مهم جدا برضو كلنا عايزين نتكلم فيه، خاص بالدايت، خاص بالاكل. يمكن كل ست وكل راجل قرروا انهم يعملوا دايت بيشيلوا الهم قوي وبيقولوا ياه الدايت، لا يبقى احنا هنتحرم من كل حاجه. الدكتور هيقول لي اعمل ريجيم يبقى هيمنع عني السكر ويمنع عني الملح وهيمنع عني الحياه. ما هي في ناس كتير قوي شايفه ان الاكل ده مهم جدا في حياتهم، وهو فعلا الاكل مهم جدا، بس يا ريت لما ناكل ناكل اكل صحي، نعرف ايه اللي بيضرنا وايه اللي ممكن يفيدنا، ايه اللي ممكن ناكله وما يراكمش دهون علينا وعلى قلبنا وعلى صحتنا، وبرضه في المعقول ويبقى فيه توازن ما بين اللي انا بحبه وما بين ان انا اعمل دايت علشان يبقى عندي لايف ستايل وعلشان اقدر اكمل حياتي وانا صحيا كويس. كل التفاصيل دي هنعرفها النهارده من دكتورنا اللي منورنا، الدكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد امريكا، دبلومة التغذية والسمنة من الأكاديمية الدولية الأمريكية AIA، دبلومة التغذية والسمنة المعملية من وزارة الصحة المصرية، وصاحب فكرة دكتور دايت أونلاين. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما إن شاء الله. طبعا احنا بنتكلم على موضوع الدايت، وان اي حد بياخد القرار ان هو يخس او يروح لدكتور او يتواصل مع دكتور دايت اونلاين بيبقى خايف جدا ويقول لا ده هيقول لي ممنوع 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 ممنوع. طب انا هعيش ازاي؟ انا بحب الاكل، انا الحياه بالنسبه لي ان انا اكل واتغذى، والتركيز بالنسبه لي ان انا ابقى واكل وشبعان. طب انا اقدر اعمل الموازنه دي ازاي؟ بصي، حلو السؤال ده وحلو الدخله دي ان احنا نتكلم على نقطه مهمه قوي. عايزين نحط نقطه بحب الاكل دي بين قوسين كده ونبدا نتكلم عليها بشكل قوي. ليه؟ في بعض الحالات او في بعض الناس اللي عندهم النهم بتاع الاكل ده، ما بنيجي نتعامل معاهم كاخصائيين تغذيه ممنوع وممنوع وممنوع، وفعلا ده بيحصل. بالتالي هو ما بيبدا يخش في الكورس في الاسبوع الاولاني، يعني لو ربنا كرمنا قوي بدا دخل معايا في الثاني، ويمكن له احباط شديد جدا، ساب كل حاجه واكتئب ولا ومش هخس ومش نافع وانا مش هقدر ومش هكمل. دي يمكن دي الاساس اللي احنا قلنا عليها كدكتور دايت. في نقطتين مهمين جدا دايما بنتكلم فيهم، ايه دكتور دايت بيقدر يقدم لك ايه النهارده، او ايه المميز عشان كده انت معانا في دكتور دايت. اول حاجه، ودي يمكن الفتره الاخيره بقت كتير قوي، ان ازاي تخس وانت قاعد في البيت. لان ناس كتير قوي دكتور طب عياده، طب دكتور طب نجي لك. احنا الهدف والكونسبت اللي احنا شغالين عليه توصلك الدايت بتاعك وهيوصلك الكورس بتاعك، وهتقعد زي ما انا بقعد قدامك في الاوضه كده، تاخد نرد على كل اسئلتك ونلبي لك كل احتياجاتك وانت موجود مكانك. فالفكره اللي احنا متزعمينها في دكتور دايت ازاي نقدم لك خدمه متكامله، نغير فكره ان عايزين نبيع حاجه وخلاص، او عايزين لا، انت بتاخد خدمه 24 ساعه متابع، اي حاجه بتيجي في دماغك. حاله لسه بتبعت لي حق الفري النهارده، انا وزنت الصبح، طب ممكن اكل مقلي؟ حاله تقول لي طب انا عايز ادخل ايه عشان عندي عزوء. انا في ناس جايه لي دلوقتي ممكن اكل عشان هعمل لهم اكل، واحد اتنين تلاته، ينفع ندخله ولا لا؟ التواصل اللي هو اون سبوت دوت، اللي هو مش هيتوفر في اي حاجه تانية، دي من اهم المميزات اللي انا بقدمها لك. تاني حاجه، ازاي تتعاملي مع شخصيه عايزه تاكل. ممنوع حاجه اسمها حرمان. يعني احنا من مجرد ما اقول له في ممنوعات، دي بدايه الطريق للفشل. لا، احنا بنقدر نوفر كل حاجه في النظام الغذائي، لان النهارده بقى عندي نظام دوائي قوي قادر يشتغل، اقدر ادخل له كربوهيدرات رز او مكرونه او عيش، وادي حاجه فات بلوكر زي الجارسينيا تمنع تكوين دهون، تمنع تخلي الكربوهيدرات دي تتحرق بالكامل وما تحولليش لدهون جوه الجسم. انا مش هحرمك، بس هحمي نفسي. هديك دواء حرق يساعد على ان هو يحرق لا الأكل. ده هنا بتكلم في فات بلوكر كمان. فات بلوكر مش هكون دهون جديده كمان، مش هديك حاجه زي البسيليوم هارت الحقها، يعني تاخد مساحه في المعده، بديل لبالون المعده، درجه نقاوه 99.9، اعلى حاجه موجوده في الماركت من المانيا، تركيزات عاليه وبيورتي نظيفه جدا. يعمل بالك في المعده، احنا لو جبنا كوبايه وعملناها تلاقيه يعمل زي الجيلي بعد 10 دقائق كده، فده هيعمل زي الجيلي في المعده، هيملى المعده، هياخد لي تلتين المعده. هتاكل، مجرد ما هتاكل هتشبع، مش هتحس انك متضايق، وممكن تاكل من اي حاجه انت عايزها. بالاضافه كمان هياخد، هيسحب الدهون اللي موجوده في الوجبه ويخرجها معاه.
مش هتمتص في الجسم. يبقى انا النهارده بالتقنيه بتاعت الدواء العاليه اللي قدرت نشتغل بيها، العلم اللي وصلنا ليها، قدرت ان انا اعمل لك الدايت بتاعك بدون حرمان. ولكن لازم نتفق على حاجه، بنظام غذائي. يعني في بعض الناس يقول لي طب انا عايز افطر فول وطعميه وبيض بالبسطرمه واتغدى كشري ومحشي وحواوشي ومسقعه واتعشى. طب لا، ده بيعمل الفري مقدما، يعني ده بيعمل فري الاول. يعني لازم هيكون في نظام، لازم نتفق. هيكون مش هيبقى في حرمان، هنعمل كل حاجه، هناخد فري، هناكل براحتنا شويه، هيبقى عندنا الثلاث وجبات زي ما اتفقنا، هيبقى عندنا الثمان مرات سناكس على مدار اليوم. بنوافق للناس على حاجات كتيره، بس نتعرف على بعض الاول. دايما يقولوا لي ايه دكتور، هبدا هاخد دي، طب اديني فرصه اتعرف عليك، احنا لسه بنقول سلام عليكم، لسه بنتصاحب على بعض. بشوف جسمك، بشوف استجابته، بشوف درجات الحرق عامله ايه، الدواء عامل معاك ايه، نشوف نعدي الاسبوع الاولاني وهعمل لك كل اللي انت عايزه. وفعلا بتلاقي في الاسبوع الثاني اللي عايز الشوكولاته بدخله، اللي عايز مش عارف محشي بندخله، اللي عايز رز ما بقاش. طب في سر يا دكتور بيحصل او بيعمله معظم الدكاتره؟ مثلا انا بحب زي مثلا بحب الشوكولاته كويس، فجيت قلت لك انا بحب الشوكولاته فتهودني وتفضل تديني في شوكولاته لغايه ما انا ازهق واقول لك كفايه. هل انت بتتبع الاسلوب ده ولا يعني في دكاتره يدوك اللي انت بتحبه بزيادة ويفضلوا مصرين وبزياده عشان انت توصل لمرحله تقول له انا زهقت كفايه انا كرهتها؟ لا مثلا هقول لك حاجه، في حاجات ممكن ينفع يحصل فيها كده وفي حاجات مستحيل. يعني الشوكولاته مثلا مستحيل تعملي كده لان كميه سكريات عاليه جدا هتخش. الموز في بعض الانظمه يقول لك ممنوع الموز، في انظمه تقول لك موز بزياده. لا طب انا لو زودت الموز هيدي اثر عكسي. ولو منعت الموز طب انا حاجه بحبها ممنعها ليه؟ يعني احنا مثلا في الفاكهه ما عنديش المانجا مش مسموح بيها، العنب مسموح بيه، البرتقال اليوسفي، الموز، الجوافه، الكمثرى. المانجا مسموح بيها؟ اقدر ادخل لك مانجا في الكورس بتاعك. العنب مسموح بيه؟ العنب مسموح بيه، الفراوله مسموح. ما بصي ما فيش في الفاكهه ممنوع. بس اديها ازاي وامتى والكميه قد ايه؟ يبقى احنا هنقدر ناخد كل حاجه وبنفس يعني بالوقت بقى هتبقى هابتس في اللايف بتاعتي، ان انا خلاص انا عارف اتعودت خلاص ان انا اقدر اكل منجايه او اتنين في اليوم، مره الصبح واحده ومره بعد الظهر واحده. خلاص بطلت الدايت. النهارده انا عايز اقول لك يعني من اهم اسباب فشل ناس كتير قوي او معاناه ناس كتير قوي ايه؟ بخش على الدايت الكيميائي، دايت الكيتو، نظام مش عارف ايه، ممنوع وممنوع ممنوع، هخس وهنزل وزي الفل. واعمل 10 و15 و20 كيلو واجيب الوزن المثالي. شهرين ثلاثه. بطلت. شهرين ثلاثة ورجعت وفي تاني. ناس والله يومين ثلاثة كمان، في ناس كانت بتجيلي وبتتكلم معايا تقول لي والله يا دكتور أنا كنت ببطل الدايت بتاعي بعد ثلاث أربع أيام بجيب الميزان، في شهر بجيب ضعف، أنا نزلت 10 كيلو زدت 20 كيلو. طب يبقى أنا إيه اللي استفدته؟ حرمت نفسي وتعبت وعشت في فترة صعبة ومفيش ما تهنتش بالميزان اللي أنا وصلت له ده شهرين ثلاثة على بعض. لا النهاردة ندي كل حاجة بشكل منظم بمساعدة دواء قوي. يبقى احنا هنا كملنا الثلاث عوامل مهمين، دواء صح، دايت صح، بتتابع معايا على طول، بنتفق على كل حاجه، وفي الاخر هتخلص الكورس بتاعك وهتفضل تحافظ على وزنك. طيب يا دكتور، يمكن حضرتك قلت موضوع المانجا وموضوع العنب واكيد البلح طبعا من ضمن ايوه دي انت عارفه يعني كل سنه احنا طيبين، احنا في اول رجب وناس كتيره معايا صايمه وبتاكل. ايوه انا يمكن انا كنت انت دخلت لي فهمتني. البلح ممكن ناخد واحده او ثلاثه وهي سنه. فحد كان بيسالني دكتور هو ينفع ادخل بلح؟ بص السؤال الاول ايه؟ ينفع ادخل بلح؟ قلت له ممكن ناخد واحده وممكن ناخد ثلاثه. قلت له اصل انا خدت امبارح ربع كيلو. ربع كيلو؟ نعم. طب ربع كيلو دول بيعدوا السبعه ولا هم سبعه؟ لو سبعه هنقول لا لغايه سبعه ماشي ممكن. لغايه سبعه. بس يعني واحده وثلاثه ماشي، احنا ماشيين على السنه وواخدين ومش حامين نفسنا وواخدين البلح بتاعنا، ايه المشكله؟ طيب التوقيت يا دكتور، يعني انا سامع حضرتك دلوقتي بتقول لي الصبح وبعد الظهر، ما جبت السيره بالليل خالص. من 6 ل 6 ده الوقت المناسب اللي اقدر ادخل فيه مشروبات سخنه، اللي اقدر ادخل فيه حاجات معينه في الاكل، ده اللي اقدر ادخل اعمل فيه رياضه واستفيد. دي الفتره من 6 الصبح لغايه 6 المغرب. دي اهم فتره اقدر اعمل فيها كل العمليات اللي انا عايز اعملها او اكتر عمليات عايز اعملها. من بالليل بقى بنبدا نهدى شويه، هنقدر برضو نتعشى، ندخل حاجات معانا، زبادي وجبن ولبن وبيض وشوفان وكورن فليكس وبليله وفشار، اقدر كل ده اعمله بالليل. بس طبعا برضه بالكميات اللي احنا بنتفق عليها، ولكن فتره المسموح اكتر بتبقى من 6 ل 6. من 6 ل 6. طيب يا دكتور انت بتدخل الفاكهه والحاجات اللي كلنا بنبقى هنتجنن عليها بالذات لما بنكون بنعمل رجيم. بيبقى نفسنا بتروح لكل حاجه. بتدخلها لي حسب الوزن ولا بتدخلها لي حسب الحاله الصحيه
ولا حسب الحالة المزاجية للمريض ولا إيه؟ كل ده. كله ده. حسب الوزن، حسب الحالة النفسية، حسب هو عم وماشي معايا جايب ميزانه واخباره ايه. عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله الله اكبر، النهارده كان في حالات يعني مذهله الصبح لما صحيت من النوم كده بشوف الواتساب. يعني في حاله متابعه معايا من انجلترا، هي مصريه بس هي هناك خدت الكورس بتاعها وهي مسافر. كان اول اسبوع ليها، نازله في الاسبوع 7 كيلو. الدكتور انا عايزه كده كل اسبوع، بس ربنا ربنا يستر. لا بس ربنا يستر. النهارده الحمد لله لا كان في ارقام كويسه الصبح، بسطاني جدا 3 كيلو في الاسبوع و5 و6. عايزه في ناس دايما تقول لي انا عايز اوصل للريت ده، انا دايما بنركز على نقطة مهمة، أنا ما يهمنيش هتجيب لي في الأسبوع كيلو 2 كيلو ولا 3 ولا 7، قد ما يهمني أنت نازلهم بدون حرمان ونازلهم بصحة، مفيش تأثير على شعر، مفيش تأثير على بشرة، مفيش ترهلات بتحصل في الجسم، ما بتعانيش من حاجة تانية. ما أسهل إن أنا أديك نظام النهاردة خليك تجيب رقم كبير قوي وتخسر قصاده حاجة تانية، سواء في بشرتك في شكلك. أنا الحمد لله ولا عمرنا حالة اشتكت إن وشي خس قوي، ولا حاله اشتكت ان انا خسيت، لا بنزل بشكل متناسق، مفيش لا انا خسيت من فوق قوي ومن تحت لسه ما خسيتش. بالعكس انا في بعض الحالات ودي ملاحظها ودي يعني مفرحاني ان احنا اسلوبنا ماشي صح، ان في حالات متابعه معايا ميزان ومزوره. انا كنت بتقول لي يا دكتور انا نزلت 4 كيلو ممكن ما انزلش وزن ونازله حجم، لا نازلين الاثنين، نازلين الوزن والحجم مع بعض. في والله العظيم في ناس ساعات بتنزل حجم، بتنزل حجم بسرعه جدا. مع ان ده برده صح قوي يعني على ما اعتقد، يعني هو صح ما دام انا نزلت حجم. احنا عندنا كنا قلناها قبل كده في ثلاث انواع من الدهون، في الدهون السطحيه اللي تحت سطح الجلد ودي على فكره من اصعب انواع الدهون، وفي الدهون العامه، في الدهون بتاعت منطقه الاحشاء ودي اللي بترخ بتيجي ساعات في مرحله معينه زي ما بيقولوا بتعزلك شويه، بيبقى لينا حل كده بنعمل لها حاجه في الاكل. سر المهنه زي ما بيقولوا. اذا في سر في الاكل أكيد. مش في الدواء بس، اكيد طبعا. كل حاجه وفيها ليها الطريقه بتاعتها، اللي بيجي له امساك بقول له يعمل ايه عشان يحل الموضوع باكل. الميزان بتاعه قل شويه ازاي بالاكل نريح من الدواء ونريح من الكورس بتاعنا، واديله بروجرام يوم او يومين. مفيش حد بيعدي اسبوع غير لما لازم نعمل حاجه قبل ما نخش الاسبوع الجديد. فده برضو من ميزه التواصل، لا هتاخد فيليه بعد الفطير الفريز، ممكن تاخد خضار، ممكن اكلك يوم خيار وجزر، وممكن مش عارف نزود شوفان في يوم او يومين عشان نعمل حاجه معينه، ممكن ادخل مكسرات في الاسبوع بطريقه معينه، ممكن يومين ثلاثه نزود عيش بطريقه معينه. دائما في حاجه حسب ميزانك بنشتغل بيها عشان نوصل للنتيجه الثانيه في الاسبوع، وده افضل شغال بالدواء بتاعي وبالدايت بتاعي اوصل اجيب نفس المعدلات. النهارده مش هنقول ان انا شهر، لا انا معايا حالات شهر واثنين وثلاثه واربعه وشغال، مفيش بلاتو، مفيش حاجه اسمها انا وقفت وبطلت انزل. طيب يا دكتور انا بحتاج قد ايه بعد ما بعمل مع دكتور دايت اونلاين، بعد ما بعمل معاه النظام بتاعي وبعدين بنزل للوزن المثالي ليا، بحتاج وقت قد ايه بعد كده معاكم برضو ان انا اثبت بقى ان انا ما ارجعش بقى اكل تاني واطمع وبعدين اتخن تاني؟ بحتاج رينج يعني. كورس التثبيت الصح صح، لو احنا بقى ناس يعني عايزين نشتغل بثقافه سليمه ونوصل ان احنا نثبت، كورس التثبيت شهرين. حلو؟ وحافظ عليه 4 شهور كمان. وحافظ عليه 4 شهور كمان، لو عديت ال6 شهور من غير ما ازيد في الميزان تاني هعيش حياتي كلها مش هزيد في الميزان. فاحنا بنعمل كورس التثبيت شهرين، الشهر الاولاني بيبقى فيه دايت، الشهر التاني بيمشي يوم او يوم لا، من الشهر التالت انا بسيب ايدك. انا موجود معاك. يعني مش شرط ان انت تكون مشترك معايا في دكتور دايت بعد ما خلصنا، لا احنا اصحاب وبنكمل، وفي ناس على فكره خلصت والله بترجع كل فتره تبعت تستشير، طب انا عملت كذا. انت ثلاث ارباع مصر اصحابك دلوقتي. انا عايز اقول يعني الواحد بيسعى عشان يبقى عنده علاقات، وعلاقات يعني تسنده في وقت الزنقه زي ما بيقولوا، انت مصر كلها في ظهرك. انا بسها يعني شويه عن الواتساب ولا حاجه، والله بلاقي 120 رساله 150 رساله. يعني بتبقى اصلي اقول لك ايه، ده ناس كتير مش في مصر بس، ده في الدنيا كلها بقى التخن دلوقتي بقى مسألة صعبة قوي. يمكن أنا نفسي بقيت عندي عارف زي ما بيقولوا هسهس، بقيت مجرد ما أكل حاجة أقول يبقى أنا بعد شوية هتنفخ، يبقى أنا بعد شوية هتخن، يبقى أنا بصي الحمد لله أنا زي ما بقول لك في حالة معايا في لندن، في حالة معايا حالات معانا يمكن حالة إنجلترا دي لا بسطتني جدا الصبح والله. سبعة هي كانت قد إيه يا دكتور؟ كانت 104 تقريبا، نزلت ل 97.
وتواصلت معاك من انجلترا، دخلت على الواتس. على الواتس؟ لا هي كانت اعتقد ان هي حد خد لها الكورس في مصر. اه هي كانت موجوده وخدته قبل ما تسافر يعني. معايا في السعوديه، معايا في قطر، معايا في المغرب، مش مصريين على فكره، ومعايا في الجزائر، ومعايا في الاردن لا معانا حالات الحمد لله، بقينا داخل مصر وخارج مصر متواصلين. اصل الواتساب خلى كل حاجه سهله. طبعا صراحة والناس اتعودت يعني. انا دايما بقول لهم ايه، انا هصحى الصبح، انا بصحى حدود الساعه 9 لغايه الساعه 1 كده انا برد على الواتساب، وبالليل من الساعه 10 لغايه ما نخلص اخر رساله احنا موجودين على الواتساب. فخلاص هم اتعودوا، كل حد عنده استفسار بيخش يسهولي على الواتساب، وعارف الوقت اللي انا بخش له فيه، بنتفق هنعمل 1 2 3 4 ونتفق بنعمل ايه، وتلاقيهم تاني يوم قروا الرساله بتاعتهم وقال لك اوكي يا دكتور انا بدات، انا عملت، انا وزنت ميزاني كذا، كله بيوزن الصبح. الناس بقت تبعت تقول لك ايه، دكتور انا عايز افرحك، بص ميزاني بقى عامل ازاي، دكتور انا عايز ابسطك، انا عايز والحاجات كمان الجميله، الناس اللي بتحمل. يعني كان شويه حالات كده كانت عندها مشاكل في الحمل وكان في توتر وقلق قبل ما نبدا، والحمد لله يا رب يعني حالات كتيره منها يعني ربنا وفقها وحملت و الحمد لله، وادوا كورس لحد تاني تبعها وكمل بيه ونزل، وانا بقول له اوكي انا هكمل معاه، اديله رقمي ويلا نكمل مع بعض مفيش مشكله. هايل. طبعا يا دكتور الوقت معاك بيجري بسرعه جدا، انا بشكرك جدا جدا. ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. بنشكر ضيفي الدكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد امريكا، دبلومه التغذيه والسمنه من الاكاديميه الدوليه الامريكيه AIA، دبلومة التغذية والسمنة المعملية من وزارة الصحة المصرية، وصاحب فكرة دكتور دايت أونلاين. عندنا فقرة مسجلة مع دكتور خالد مسلم، نطلع نشوفها ونرجع تاني. يلا فاصل.